ومعي بقى فيها هذه اللحظات طبعا واحد من نجوم الفريق كابتن عبد الحليم عبو. في البدايه طبعا برحب بحضرتك عشان شاشه نادي الاهلي، الف مليون مبروك، مباراه كبيره جدا امام الزمالك بتحققوا رباعيه هذا الموسم. بكره في ايه؟ ايه ده بكره في؟ احنا خلصنا الموسم يا كابتن، خلصنا يا كابتن كده طبعا. اولا مبروك على الاربع بطولات للنادي الاهلي، ثانيا مبروك لجمهور النادي الاهلي، ثالثا مبروك لمجلس اداره ولاعيبه النادي الاهلي، ومبروك للجمهور طبعا، ده حاجه كويسه جدا. كنت اتمنى يكون موجود النهارده جمهور النادي الاهلي، لان حاجه بتسعدنا جدا، حاجه بتحفزنا، حاجه لما بيشوف جمهور النادي الاهلي بنطلع كل طاقتنا وكل اللي عندنا. طبعا جمهورنا ورانا بيساعدنا، بيساعدنا في الخساره، بيساعدنا في المكسب. طبعا انا بهدل الاربع بطولات دات لجمهور النادي الاهلي، حاجه كويسه جدا ان احنا نبقى السنه دي معانا الاربع بطولات في النادي الاهلي الحمد لله. الحقيقه ان انتوا عملتوا موسم كبير قوي، كنتوا مركزين بشكل كبير جدا منذ بدايه الموسم مع مستر فرناندو وكل الجهاز الفني اكيد، فعايزك تكلمني على الموسم ده. اكيد كان صعب، كان في ضغط وتلاحم مباريات، يعني انتوا لسه مخلصين بطوله افريقيا، خدتوا راحه يوم واحد بس. انا طبعا بدايه السيزون ده مع مستر فرناندو لما جه من بره، فالراجل ده مرنا من ساعه ما جينا لحد وقتنا هذا الصبح وبالليل. طبعا اللعيبه تعبت كتير جدا، اللعيبه تعبت قوي، بس الحمد لله ان الراجل ده قدر يحافظ علينا، يعني بيعمل روتيشن كويس قوي مع اللعيبه، يعني ماتشات وماتشات، يعني الواحد بيلعب ماتش واللعيبه التانيه تلعب ماتش، يعني مش دايما اللعيبه بتلعب بسيستم واحد كل الماتشات. فده اللي حافظ، يعني ده اللي حافظ على الفريق ده لنهايه الموسم بدون اصابات. طبعا حاجه كويسه جدا، يعني الاربع بطولات دولت مع المدرب الاجنبي، مع الجهاز، مع كابتن شريف. طبعا كابتن اسمك ايه؟ شريف صلاح. طبعا ده شريف صلاح السنه طول السنه دي، يعني بوجه الشكر ليه يعني طول السنه بصراحه، يعني هو ماشي معانا كويس عشان الاصابات دايما بيحمينا من الاصابات، فحاجه كويسه جدا. يعني طبعا بوجه له الشكر، بوجه الشكر للناس كلها بصراحه. اهم حاجه والفرحه دي كلها على الاربع بطولات السنه دي، اربع بطولات طعم كويس جدا، نتخلص السيزون كله بالاربع بطولات، اربع بطولات تروح وانت الناس كلها فرحانه لك، جمهور الاهلي فرحان لك. معلش انت مش شايف. شكرا شكرا جمهور النادي الاهلي، والله كنت اتمنى تكونوا موجودين، بس الاربع بطولات دولت ليكم انتوا بصراحه يعني حبايبي. الحقيقه انه الجهاز الفني عمل مجهود كبير جدا مع لاعبي نادي الاهلي، سواء الجهاز الفني او الجهاز الاداري، اكيد بذلتوا مجهود كبير جدا، والحمد لله ربنا يعني كلل مجهوداتكم طول السيزون وهو بيحقق رباعيه. الحمد لله. ما تكسفش تتكلم. لا ما تقلقش. الحمد لله. بدانا فتره الاعداد طبعا من 21/8، حصل توقفات، لعيبه راحت المنتخب. اللعيبه كلها كانت مستعده يعني، ما كناش معتمدين على حد معين، كنا اللعيبه كلها جاهزه، الكابتن كان عنده المقدره ان هو دايما يغير في اللعيبه في الماتشات، ما كانش عندنا اصابات الحمد لله الاربع بطولات، وخلصنا الموسم على خير يعني. احنا بنشكركم جدا. حضرتك عايز تقول حاجه؟ اقول له حاجه طبعا كابتن شريف صلاح، والله بصراحه مجهود كتير، مجهود عمله كتير السنه دي معانا، احنا رخمنا عليه كتير قوي وتعبناه كتير قوي، ويعني بص بصراحه الراجل بص عامل ازاي، يعني الراجل تعب معانا السنه دي بصراحه، اي حد كان موجود يعني، الراجل ده لسه اول سنه السنه دي يمسك مع الجهاز، فحاجه كانت صعبه عليه جدا، فالحمد لله قدر اشتغل كويس قوي فكسب الحمد لله الاربع بطولات. طبعا الدكتور اسامه برده كويس اهوت عمال يتفرج علينا، الناس كلها والله تعالى يا دكتور اسامه برده قدام طالعين. الف مبروك، الف مبروك، الحمد لله العلامه الكامله 4/4، وان شاء الله دايما عند حسن ظن الجمهور كده ان شاء الله، ودايما 100% ان شاء الله. احنا اللي بنشكركم جدا، فرحتونا، فرحتوا كل الجماهير الاهلاويه، فبالتاكيد بنشكركم جدا. يعني طبعا زي ما حضراتكم شايفين اكيد الفرحه بتسيطر على الصاله، هو ده حال اكيد كل اللي بينتمي للنادي الاهلي، فاكيد بنبارك لكل الجماهير الاهلاويه الف مليون مبروك. بنقول طبعا لكل الجماهير افرحوا النهارده، احنا محققين الحقيقه رباعيه وموسم استثنائي، فاكيد الف مليون مبروك مره ثانيه، والان العوده لكم مره اخرى في الاستوديو.